حابب اشكر جمهور نادي الزمالك العظيم طبعا، والفتره اللي فاتت كان ما كانتش احسن حاجه ليا. الجماهير ممكن تكون فهمت حاجات كتير غلط، وانا عمري ما بيع نادي الزمالك، وانا قائد من قوام الفريق كله، ودي حاجه كبيره بالنسبه لي ان انا ابقى كابتن الفريق وانا عندي 25 سنه. وحابب اوصل لهم رساله ان انتوا وقفتوا في ظهري كتير الفتره اللي فاتت، واخر فتره دي انتوا فهمتوني ان هي برضو ممكن محدش يكون عارف برضو كل الحاجات. بس في الاخر انا جددت في نادي الزمالك، وانا عمري ما امضي في حته في مصر بره الزمالك طبعا، غير لو عقد احتراف، وبرضو من خلال نادي الزمالك. والاداره عارفه حاجه زي كده، واول ما طلبوني وقربنا وجهات النظر جددنا على طول. حابب اشكرهم طبعا واحد واحد، كلهم طبعا وقفوا في ظهري، وكلهم كانوا عارفين اللي في نيتي، وان انا مش عاوز اروح حته تانية او نادي تاني. وكابتن احمد جمال، الحاج سمير، احمد يحيى، الرئيس طبعا كابتن حسين لبيب، كابتن حسين السيد، جمال بلعب، عمرو بيه جنايني طبعا عشان ما انساش حد، كل دول كانوا في ظهري. وحابب اشكرهم، وحابب اشكر جمهور نادي الزمالك طبعا العظيم. وانا هثبت لكم الفتره الجايه ان انا ملتزم، مفيش مشاكل، مفيش حاجه حصلت، وانا ابنكم وارجع لكم. شيكابالا احنا يعني ما اظنش ان هو هيزعل مني فتره طويله، هو زعل ممكن يبقى اسبوع اتنين، وبعد كده اول ما امال نرجع بالطيب نتصالح ده حبيبي. خلاص هنتصالح ومفيش حاجه اصلا. والاشاعات اللي طلعت واني في ثلاثه مش عاوزين اجدد، ومفيش الكلام ده طبعا. انا كنت حابب بس اطلع في الوقت المناسب لما جت